عزيزي المشاهد، برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، تلميذ لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه، وبيدعوك أنك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح، تسمح له أنه هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة، مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها، مجموعة من كنيستك، من المؤمنين اللي حواليك، تجتمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تشجعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم. صلاتي أن ده يتحقق معاك. أمين. عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح، أرحب بيكم في جلسة جديدة نجلسها عند أقدام المعلم والسيد، نشخص إليه ونستمع إلى كلماته، نسمع صوته في أعماقنا في قلوبنا. خلي بالك من الحكاية دي، أصواتنا البشر بتتسمع هنا بس صوت ربنا بيتسمع هنا، واللي بيدخل هنا هو اللي ما بيخرجش، اللي بيخرج، اللي بيدخل هنا هو اللي بيغير الحياة، اللي بيدخل من هنا عادة بيطلع من الناحية التانية وبيحدث مجرد صدى لكن مش تأثير حقيقي. لكن كلمة الله حية فعالة أمضى من كل سيف ذي حدين، خارقة إلى مفرق النفس والروح، مميزة أفكار القلب ونياته. ودي أكتر حاجة إحنا محتاجين لها في رحلتنا لشفاء النفس، إن كلمة الله تميز أفكار قلوبنا ونياتنا، تمتحن اللي جوانا، تطلع اللي مستخبي اللي في أعماقنا، تفصل ما بين الروح والنفس جوانا، خارقة إلى مفرق النفس. بصوا التعبير بالضبط زي الرسمة اللي بنقولها كده، عند الحتتين دول ما بيتقابلوا الكلمة دي بتيجي هنا وتديسكت، بتشرح، بتشرح وتقولي ده روحي، ده روح الله، دي أرواح غريبة، ده روحك أنت، ده نفساني، ده من النفس، ده من الفكر، ده من المشاعر، ده من العواطف، ده من الرسائل السلبية. كلمة الله حية فعالة، مش جورنال بقراه، مش خبر بتفرج عليه في التلفزيون، لكن شيء حي حقيقي لأنه نابع من كائن حي وحقيقي. مشينا رحلة طويلة 19 حلقة اللي مضت عشان اكتشاف المرض، تشخيص الجرح العميق اللي جوانا. أنا مش بتكلم عن ناس مرضى نفسيين، حضراتكم مش مرضى نفسيين، أنا متأكد من كده، ولا أنا مريض نفسيا. المرض معناه أنا انتقلت من الجرح والألم والمعاناة إلى بقيت مريض، مريض فعلا. لكن إحنا البرنامج بتاعنا دوت بتكلم عن منكسري القلب. طبعا المريض نفسيا يشفى بمعجزة زي المعجزات الجسدية اللي الله أيضا يشفي به أو بالدواء، فالشفاء الأجساد أو النفوس المريضة ده زيه زي شفاء المرض العادي. لكن إحنا الموضوع بتاعنا بنتكلم عن شفاء النفس المكسورة، يشفي منكسري القلب، ودول قلة قليلة، قلة قليلة من المجتمع. تفتكروا دول غالبية ساحقة من الناس، غالبية ساحقة من الناس، لأن العالم وضع في الشرير، لأن قيم العالم زي ما كنا بنشرح في البندول دوت، زي ما كنا بنشرح في ميزان الخيط دوت، أن الميزان اتعوج في الدنيا كلها، ميزان الحب اتعوج في الدنيا كلها، بين الزوجين، بين الأباء وأبنائهم، بين الأصدقاء، في العلاقات العاطفية الميزان اتعوج، فالقيم باظت، فكل واحد بيقصد أو لا يقصد بيعمل إيه في التاني؟ بيجرح التاني. عشان أشجع ابني إنه يبقى شاطر أقول له خايب، يا نهار أبيض، بس هي دي الطريقة، بس هي دي الطريقة. عشان أربي بنتي تربية وما تنحرفش أختنها، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض. القيم باظت، القيم باظت. القانون الإلهي اللي ربنا خلقه، الحب غير المشروط، غير المحدود، الإخلاص، الوفاء، عطاء الذات، ال- 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 القانون الإلهي دوت العالم ميله، مال جوه الناس، وكل واحد اللي عنده بيديه، فاللي عندي أعوج بديهولك أعوج، ففي العلاقات العاطفية اللي عندي أعوج فبديهولك أعوج. أنا أم
بحب بنتي، بحب ابني، بس اللي بديهوله غصب عني اللي عندي، واللي عندي ايه؟ اعوج، معوج. فاحنا عوجنا بعض، كل واحد بيعوج اللي ايه؟ اللي جنبه. ومش ده الوقت اللي جايين نلوم الناس، لان انا هعمل كده وانت هتعمل كده لو ما اديتش فرصة لربنا يشفيني. في الرحلة اللي فاتت بتاعتنا اتكلمنا عن ثلاث حاجات محددين، عن السبب، سبب كسر القلب، وتكلمنا عنهم تحت عنوان الأنبياء والإيه؟ والنبوة. خدنا رحلة طويلة تفصيلية، عدينا تقريبا على معظم الحاجات. أكيد في حاجات تانية ممكن تبقى موجودة بتجرح الإنسان نسيناها أو ما نعرفهاش، وحتطلع مع الأيام. إحنا في رحلة اكتشاف ما يحدث في عالم الإنسانية. وبعدين اتكلمنا عن ده بيبني إيه جوايا مايل، الحيطان المائلة، المشاعر السلبية، الأفكار الغلط اللي اتبنت جوايا، الميل اللي حصل جوايا نتيجة الأنبياء والنبوة. مظبوط كده؟ وتكلمنا عن حجارة الرفض وحجارة التمرد والشخصيات اللي بتطلع نتيجة عنهم. وقلنا الشخصيات الأربعة دول موجودين، صح؟ وحد جاء قال لي أنا الأربعة، أنا لعبت دي ودي ودي ودي، لأني لميت من ده ولميت من ده. حد عد عليه قطر بضاعة، اتفقنا احنا على قطر بضاعة ده، يعني عد عليه كل الحاجات اللي احنا حكينا عنها، فطبعا اكيد هيلم كله. راجل قطر بضاعة لامم كل حاجة بقى، لامم الدنيا، وكل ما يعدي في حتة ويقف على المحطة ناس تحط له، فاكيد هيبقى عنده الاربع شخصيات دول. وبعدين اتكلمنا عن المضاعفات، فاكرين المضاعفات نتيجة للألم والوجع واللخبطة اللي جوايا ديت. انا بحاول يا انكر يا اسقط يا اغرق. فتكلمنا عن مراجيح الإغراق، لأن دي المراجيح الخطيرة قوي اللي ممكن توديني في مصيبة، مش كده؟ فتكلمنا عن مرجحة الشهوة، الأكل والمخدرات والجنس، إدمان، ثلاثة إدمان، فيش واحد أحسن من التانية، فيش واحد عيب واحدة مش عيب، كله بتمرجح عشان أهرب، وأنا بتمرجح بكسر في نفسي إيه؟ زيادة. والمرجحة الثانية مرجحة الإنجاز، الكبرياء، إثبات الذات، العظمة، الوصول إلى القمة. شكلها دي كويسة قوي، شكلها وحش، بس الاثنين نفس الحاجة. الموضوع مش شكل، الموضوع مرجحة بتمرجح فيها بين الوجع ومحاولة تسكين الوجع، بين المرض وبين محاولة الهروب بدل المواجهة، وإني أروح للمسيح شافي جروحي ماحي أثامي. وتوقفنا امبارح عند النقطة ديت، وتكلمنا عن الانهيار اللي ممكن الناس توصله نتيجة المراجيح اللي بتركبها ديت، وانتقال الإنسان من أنه مجروح إلى أنه مريض، نيروزيس أو سايكوزيس، يبقى مرض ذهني أو مرض نفسي، لأنه أنا عمال أتمرجح، فبروح خارج عن المرجحة، بطير في الهواء، فاهمين؟ المرجحة بتقلب بي وبنتقل إلى 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 مرض حقيقي، ومحتاج دواء، ومحتاج سايكايتري، ومحتاج نقاء، ومحتاج مساعدة سيريس، مش ما بقتش مجرد وجع جوايا، لكن بقت لخبطة وزهان في عقلي. النهاردة هنبتدي مع بعض رحلة العلاج. زي خدنا الزيج اللي هو ميزان الخيط دوت، رمز، خدناه رمز، مش كده؟ حاجة تصويرية فيجوال قدام عينينا بتفهمنا الفكرة ديت. احنا هنمشي في سكة البناء كأننا مهندسين معماريين او مهندسين مدنيين بنبني مبنى. وزي ما قلنا ان البتاع دوت بيقيس العوج، فانا باجي اقيس كده واقدر اقول العمود ده مظبوط ولا مش مظبوط ولا مايل، صح؟ بالميزان دوت. ده بيقول لي، فده بيقيس البناء. احنا هنمشي في نفس الفكره ديت، فكره البناء. اورشليم اتعوجت مع انها شعب الله في ذلك الوقت، مع انها مدينه الله العلي، مظبوط كده؟ اورشليم اتعوجت وسابت ربنا. لما حصل لها ايه في الاخر؟ اتهدد، صح؟ أسوار أورشليم اتهدت، والهيكل كمان حصل له إيه؟ هد. الهيكل، بيت الله يتهد. مؤمن حياته تتهد.
فالهيكل اتهد وأسوار المدينة اتهدت لما اتعوجت والمباني بقت ميلة. عاصفة جت راحت وإيه؟ موقعها. عدو جه وهاجم المدينة وراح إيه؟ موقعها. نبوخذ نصر جه وهدم هذه المدينة. لا رجاء لها، لا، ليها مخلص، ليها رب. كويس؟ عشان نبني المدينة ديت، نبني الأسوار الأول ولا نبني الهيكل الأول؟ أسوار الأول ولا الهيكل الأول؟ أنا ببني الأسوار عشان أحمي إيه؟ الهيكل، مش كده؟ أنا ببني الهيكل وبعدين ببني حواليه الإيه؟ الأسوار. القلب الأول وبعدين اللي من بره، مظبوط؟ اللي من جوه، ربنا دايما بيتكلم عن اللي إيه؟ عن اللي من جوه. نقي القلب وبعدين اغسل إيديك، لكن تغسل إيديك وقلبك مش نظيف ما غزلتش حاجة، مش كده؟ فنقي داخل الصحفة أولا وبعدين خارجها. فاحنا هناخد بنفس الرمز دوت، هنقول العلاج دوت بتاعنا عبارة عن حاجتين: ترميم الهيكل اللي هو التصالح مع ربنا. وفي الهيكل في حاجتين مهمين قوي: المسبح اللي بره اللي بقدم عليه الذبيحة، والأقداس اللي بدخل بيها بدم الذبيحة عشان أقابل ربنا، صح؟ فعندي حاجتين مهمين جدا في ترميم الهيكل: المسبح والإيه؟ والأقداس. تعرفين المسبح بيبقى موضوع في الدار الخارجية، عندكم فكرة عن الحاجات دي؟ شكلكم لا. أوكي، الحمد لله. وبعدين ببني الأسوار اللي تحافظ على الحياة الروحية ديت، مظبوط؟ فدي الحياة الروحية، دي العلاقة مع ربنا. المسبح اللي بيه بنال الحياة الجديدة، والقدس أقداس اللي بدخل فيه للعلاقة مع ربنا، وهنتكلم عن الحاجتين دول حالا. وبعدين ببني الأسوار اللي تحافظ على الحاجة دي عشان ما يجيش إبليس ويسلبها مني، عشان ما يجيش العالم وياخد مني العلاقة ديت مع ربنا. والأسوار دي هي نفسيتي، زي ما قلنا السايكو سبريتشوال ديزيز. من غير الاسوار ديت اي حاجه معديه، اي نبوه كاذبه، اي واحد هيلطشني هيهز علاقتي بايه؟ بربنا. هيبقى الهيكل ده قابل للتدمير لان مفيش اسوار من بره تحميه. النفس الصحيحه، الشفاء النفس، بيحافظ على علاقتي بربنا، بيحافظ على استمتاعي بربنا. قلنا الكلام دوت طول السكه، فاهميني؟ فاحنا هنمشي مع نفس الصورة الرمزية اللي كملنا بيها عشان يبقى الدراسة منظمة ومرتبة ومحدش يتوه مننا في السك. إذن عندنا في العلاج ترميم الهيكل وترميم الايه؟ الأسوار. ترميم الأسوار هي شفاء النفس، ترميم الهيكل المصالحة وتأكيد يعني أنا عايش مع ربنا وفاهم الحاجة دي، لأن بناء عنها الأمور بتتصالح. واحد في ألف. قلنا في الهيكل في حاجتين مهمين جدا: المذبح والأقداس. والمذبح ده بيبقى موجود بره وكان شكله كده، ودي قرون للمذبح اللي بيربطوا فيها الذبيحة، وبيذبحوا الذبيحة بعد ما الإنسان بيحط إيده عليها ويعترف بخطاياه، وبعدين تذبح الذبيحة كأنها كفارة عن الشخص، وبعدين بهذا الدم بيدخل الكاهن إلى قدس الأقداس. بهذه الذبيحة بتصالح مع ربنا. طبعا ده صورة رمزية وبعدين فهمناها في الصليب. ففي العهد الجديد المذبح اللي هو مين؟ الصليب، مش كده؟ والذبيحة مين؟ المسيح. المذبح هو الصليب، واتربطت الذبيحة في المذبح، بس مش في القرون، في الخشبة، مش كده؟ بربط ومسامير، ووضع عليه اسم جميعنا، كلنا حطينا ايدينا، ونقلت خطايانا كلها على مين؟ على المسيح. وسر الآب أن يسحقه بالحزن عشان يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح، مش كده؟ حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين، اللي هم الخطاء، الذين أولهم مين؟ أنا أول الخطاء. فده المذبح بتاعنا، الصليب. المذبح بتاعنا هو الصليب. وفي المذبح ده بنشوف الذبيحة المسيح، وبنشوف الدم اللي بيسفك لغفران الخطايا، وبنشوف في نفس الوقت الصليب نفسه اللي بيقول عنه الكتاب: صلب فيه إنساننا العتيق، الموت عن الذات عشان نتخلص من الأنانية ومن الكبرياء، من الإنسان العتيق اللي موجود جوانا. ده المذبح بتاعنا، صليب
وذبيحة، صليب ودم. الدم للتكفير عن الخطية، والصليب عشان نعلق الأنانية والكبرياء، عشان نسمر الأنانية بمحبة الله، وعشان نسمر الكبرياء بتواضع الله. فهمني؟ بقوة الحب الإلهي بتنازل عن أنانيتي، بقوة التواضع الإلهي بتنازل عن كبرياء. هنجيلها بالتفصيل في رحلتنا الجاية ديت. فهنشوف أن المذبح ده والصليب هو المدخل الحقيقي اللي بندخل به، عن طريقه بندخل إلى الأقداس الحقيقي. فيه لنا الفداء، في المسيح لنا الفداء. إزاي؟ لأن بدمه غفران الخطايا. وشرحنا الحكاية دي في باب المسيح لما قلنا ليه بدون سفك لا تحصل مغفرة. هو ربنا دموي عايز يشوف اللون الأحمر، أهلاوي يعني أو حاجة زي كده، أو تبع فودافون بيحب اللون الأحمر يعني ربنا. ليه بيتكلم الكتاب عن بدمه غفران الخطايا وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة؟ حد فاكر قلناها إيه في الحكاية دي؟ حد فاكر أي حاجة في أي حاجة؟ يا لهوي، ما حدش فاكر حاجة في أي حاجة خالص. السؤال ليه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة؟ ليه بدمه غفران الخطايا؟ ليه الدم؟ ليه أرى الدم فأعبر عنكم؟ قال لا، هو ربنا دموي يعني عايز يشوف الدم، فلما بيشوف الدم بينبسط. الله يخليك، الله يخليك، ربنا رديت فيها الروح يا ابني، تفضل. نفس الإنسان في الدم نفسه، فكان لازم حد يسفك دمه بيقدم نفسه بالكامل كذبيحة. الله يخليك ويطول في عمرك يا ابني، الله يخليك ويطول في عمرك. فالحتة دي جميل، لازم نبقى فاهمين الحكاية دي. ربنا مش دموي، لا، لكن اللي مفهوم عند الناس في ذلك الوقت، ربنا بيتكلم عن مفهومهم، وده إلى حد كبير كلام علمي، إن نفس الإنسان في دمه. فالدم اللي بيجري جوايا ده كأن ده النفس، وده البيوكيميكلز فعلا اللي بتنقل الهرمونز والآخر إلى أجزاء الجسم المختلفة. فالعقيدة كانت إن النفس موجودة في الدم، فلما بيسفك الدم كأني بسكب نفسي، عشان كده سكب للموت إيه؟ نفسه، وأحصي مع أثم. فالدم تعبير إني سكب نفسه، مات، معناه إنه مات، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، هي دي كلمة الدم. فكلمة الدم تعبير، كلمة صغيرة تقول الآية دي كلها، سكب للموت نفسه، وضع نفسه وأطاع حتى الموت. واضح؟ فموت المسيح أي سفك الدم تكفير عن الخطية، فبهذا الموت غفران الخطايا، لأن أنا حطيت إيدي ونقلت خطيتي عليه، وهو أخذ الخطية ومات تحت ثقله، فالخطية ذهبت إلى الإيه؟ إلى الجحيم، ذهبت إلى الموت. نقل عنك إثمك، هي دي الفداء، إن المسيح خد خطيتي وخدها إلى الدينونة الأبدية، خدها إلى الجحيم. بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. إزاي يبقى عادل؟ أنا غلطت واعترفت، عدله إنه يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. العدل فين؟ العدل إنه هو حملها. فأنا لما بنال غفران خطايانا ده عدل. فالرحمة والعدل مش ضد بعض. لا ده أنا هرحمك كده، ده هو مش عدل ولا عدل. لا ده عدل. عدل ليه؟ من أجل الكفارة بقى عدل. بقى حق. أنا ربنا لما بيغفر لي ده حق باخده. مين اداني الحق دوت؟ موت المسيح. موت المسيح ده حق، مش يمكن يسامحني، لا، يعني اعترفنا بخطايانا هو أمين حافظ الوعد وعادل حتى يغفر لنا خطايانا القليلة الكتيرة الصغيرة، لكن الكبيرة لا، الكبائر لا، الصغائر لا، يغفر لنا كل خطايانا، يطهرنا من كل. خلي بالكم من التعبيرات ديت، every، كل، جميع 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 خطاياي. إشعياء بيقول نفس الكلام، هلما نتحاجج يقول الرب. تعالوا نتناقش، إن كانت خطاياكم كالقرمز، عارفين القرمز الفوشيا الغامقة ديت اللي هي أكتر لون ما تعرفش تشيل وبقعته صعبة أو لازم تصبغ القماش من جديد، ويمكن بعد الصبغة يفضل أثار اللون ده. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف، إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض.
عايز أقف هنا وعايز نسمع تاني، نسمع شهادة حقيقية. احنا هرينا نانسي وعرضنا كل الوحش، بتهيألي النهاردة عايزين نحلي، صح كده؟ عايزين نحلي ونسمع ربنا عمل ايه، ازاي هي معانا، ازاي حد وصل لغاية المراجيح ديت كلها وعد عليه قطر البضاعة دوت اللي عرضناه واللي ما عرضناهوش، ها؟ فازاي بعد كده الشخص ده واقف على رجليه وعايش النهاردة؟ لأنها اتقبلت مع الصليب، لأن خطاياها غفرت، لأن ربنا اداها حياة جديدة، لأنها راحت للمذبح وحطت خطاياها على المذبح وخدت غفران وخدت حياة جديدة. خلينا نسمع ازاي اتقبلت مع ربنا، يشجعنا كده وفي رحلتنا واحنا ماشيين. مجدست المسيح حكايتك فيها كل حاجة، يعني فيها مصنفات فنية من كل الأنواع اللي احنا مرينا بالدنيا، وفي الدراسة اللي احنا بناخدها دي ركبتي جميع المراجيح كلها بكل أنواعها. انت ازاي هنا معانا النهاردة؟ ربنا لقاك ازاي؟ ربنا لقاني، كانش حد، كان أي حد يقدر يكلمني على ربنا زمان، ما كنتش اتقبل خالص خالص خالص. انا عايزه حاجه تانية غير ربنا ده، ربنا ده في الكتب، لكن ربنا بنفسه اللي حاوطني، حاصرني، حاصرني جامد قوي، وابتدى يبعت لي هو كل حاجه معونه. ما كنتش اعرف ولا كنيسه، بعت لي جارتي طنط جانيت ببناتها، قالوا لي على كنيسة، قلت لهم أنا عايزة أروح كنيسة، أنا تعبانة نفسياً. رحت مع بناتها كنيسة قصر دبارة لأول مرة في حياتي، ولما رحت وصليت من قلبي لربنا جداً، حسيت إن في حاجة دخلت جوه قلبي وحاجة طلعت من قلبي، مش عارفة اللي دخل ولا دخل، ولا عارفة إيه اللي دخل ولا عارفة إيه اللي خرج، لكن حاجة دخلت قلبي قوي. في عرفت ان في حته حرمي فيها، في حته هتتحمل معايا اللي جاي، في ثقه راحت في الحته دي. لقيت ناس رافعين قلبهم لربنا، لقيت ابص حواليا، حاسه بحضور ربنا جامد جدا جوه الكنيسه، جدا جدا جدا، واتبسطت. بس رجعت قلت لربنا، قررت ان انا اكلم ربنا من اليوم ده، وان كلامي يبقى معاه. قلت له يا رب، رجعت من الكنيسه قلت له يا رب انا بروح الكنيسه، لكن انا لوحدي، انا مش عارفه حاجه، لما بقعد في بقرا في الانجيل مش عارفه اقرا فين ولا اروح منين ولا اجي منين، لكن كان ربنا حنين قوي عليا. كان في حد رهبه كاثوليك اسمها مفتوح قوي على كل الناس، محبة جدا، قالت لي اعرفك على بنت، البنت دي عرفتني، رحت احكي معاها، كنت عايزه حد يعرفني بربنا اكتر، يقربني منه جدا. رحت قابلتها، هي بتشتغل مدرسه، قابلتها في المدرسه بتاعتها، قالت لي نصلي انا وانتي، طب انتي عايزاني؟ قلت لها انا عندي كل البلاوي اللي في الدنيا، مش عارفه احكي لك ايه ولا ايه. قالت لي طيب تعالي معايا الكنيسه، انا عندي مجموعه صلاه يعرفوكي، نصلي من أجلك ونحط إيدينا عليكي ونطلب من أجلك لربنا. استنيت اليوم ده، كنت حاسة أني في مقابلة مع الله، فضلت مستنية المقابلة دي، ميتينج. رحت حضرت الصلاة معاهم، وهم كانوا بعد الاجتماع الصلاة بتاعهم الأصلي هيقعدوا معي قاعدة خاصة على جنب. أنا كنت بعرف أصلي بصوت عالي أبداً، ما عرفش أصلي لربنا. بعد ما سمعتهم كده وقالوا لي نصلي لك في ايه، قلت لهم انا مش عارفه، لكن انا حياتي تعبانه جدا، عندي شرب بشربه، عندي شغل صعب، عندي وحده، عندي مفيش اهل، عندي احكي حاجات مختصره جدا للاشخاص دول ازاي وثقت فيهم انا ما اعرفش.
لكن كان ربنا بيحط الكلام على لساني، وانا كنت عايزه اتنقذ من العيشه اللي انا عايشاها، وكم الوحده والخوف والقلق والرعب والرفض وكل حاجه. عايزه اتنقذ كاني عند الدكتور، ومرضى ما قلت مش هتكسف بقى. قالوا لي طب ابتدي صلي انت. ما ترددتش ابدا ان انا اصلي بصوت عالي، جلجلت لربنا وكنت اصلي وعيطت عياط رهيب، كنت ببكي من قلبي لربنا جدا، فتحت له قلبي قوي 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 قوي. ابتدوا يحطوا ايديهم عليا ويصلوا جدا 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 لربنا، وانا وهما بيصلوا لي كنا في اوضه في حر جدا، كنا في عز الصيف، لقيت جسمي كله بيترعش بطريقه مش طبيعيه، جسمي بيتنفض بيتنفض بيتنفض، لكن انا حاسه ان انا مبسوطه، في حاجه بتلمسني. فكنت مغمضه عيني وقلت افتح عيني اشوف ايه، في حاجه في الجو، ولا في زلزال، في زلزال بيحصل. لقيت الاوضه كلها الافراد كلهم بيترعشوا جامد جدا، في رعشه، في زلزال في الاوضه، الاوضه بتتهز بينا، وانا حسيت ان زي ما يكون حصلت الحته المدوره اللي احنا قاعدين فيها دي اتنقلنا من على الارض، والحته دي طلعت قعدت في السماء فوق بجد حقيقي. ما كانش يعني لا اقوله لك ده، ما كانش تصور، لكن كان ده اللي كنت حاسه بيه، ان اتنقلنا لحته جوه فوق في السماء، في حضن السماء كمان. الوقت قد ايه ما اعرفش، ثلث ساعه ولا ساعه الا ربع، كان الصلاه كله بيصلي في وقت واحد، انا سامع صلاه كله بيصلي من اجلي، حاسه وكمان الرعشه ما بتروحش. زلزال في جسمي، خلصنا الصلاه فضل عندي رعشه لحد بعد الصلاه بكتير، حسيت ان انا ربنا لمسني وقال لي بقى ان اليوم ده انتي مش هتتنقلي من حضني تاني. مجدست المسيح. دي حقيقة. حاجة جميلة ان ربنا يمد ايده ويروح شادد حد. متأكد عزيزي المشاهد ان ربنا عايز يمد ايده ويشدك من اللي انت فيه، مهما كان المستنقع اللي انت وصلت له، مهما كان الدمار اللي انت وصلت له، ربنا يقدر يمد ايده ويشدك، يطلعك وياخدك في حضنه ويقول لك مش هتسيب المكان ده تاني، مش هسيبك، مش هتفرط فيك تاني. الحكايه ليها مسلسل، انتوا عارفين دي مسلسل نانسي، دي مش حلقه. وتشوف بقيت لها الرحله وهي معانا تكمل الرحله ديت. لكن ده ربنا، ما حدش تاني. ارجوكوا دي الفكره كلها، ان المذبح ده المسيح، بروح للمذبح بتقابل مع المسيح، بحط خطيتي وبقبل المسيح في قلبي، وربنا يومها بيعانقني. انت ابني، المثل اللي عبر عنه المسيح، وجد خروف الضال عمل ايه؟ جرب فتله، صح؟ شاله على كتفه. احنا عندنا يجرب فتله كده العيل ويمشي وراه، بس هو يشيله على كتفه. الابن الضال رجع عمل ايه؟ الاب وقع على عنقه وماله؟ قبله. ده ريحته خنازير، ويمكن عنده يبقى سواين فلو ولا حاجه، خلي بالك. I don't care. انا مني ده ابني رجع، هاخده فين؟ في حضني، هاخده في حضني. المشكله بتاعتنا، ودي اللي لازم نخلي بالنا منها، ان بعد كده بفتكر خلاص الصليب ده دوره خلص، فنركنه بقى، ها نركن الصليب ونعيش بقى، احنا بجدعنتنا بقى، احنا خلاص بقى بقينا مغفوره خطايانا. لا، الهيكل زمان كان كل مرة عشان أدخل الهيكل أعدي على الإيه؟ على المذبح.
كل مرة وأنا هقابل ربنا الهيكل ده القدس هدخل جوه بقى، هدخل جوه أقابل ربنا، أعدي على الإيه؟ المذبح. فأنا وإنت في حياتنا لازم أتعلم الحكاية ديت، إن كل يوم أعدي على الإيه؟ المذبح، أعدي على المسيح المصلوب، وحط ضعفي، وحط خطيتي، وحط وجعي كل يوم، عشان أفضل إيه؟ نضيف يبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. كل ما أنا محتفظ بالنقاء ده يغفر لنا خطايانا ويعمل إيه؟ يطهرنا، مطهر. عارفين دلوقتي حاطين في كل حتة البتاع ده المطهر عشان الفيروسات، يطهرنا من كل جيرمز، من كل ميكروبات، من كل آفات، من كل ما يدخل إلينا من العالم إحنا عايشين، والميكروبات الروحية والنفسيه حوالينا في كل حته، في الجرايد وفي الاذاعه وفي التلفزيون ومن الناس ومن اصحابنا ومن قرايبنا ومن كله 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 بيبخ ايه؟ ميكروبات، صح؟ استحمى فين؟ اتنظف فين كل يوم؟ اتغسل فين كل يوم؟ في الصليب، في المذبح. من فضلك اتعلم الحكايه ديت، ان المذبح ده ازوره اول مره ويحصل معايا كده، وافضل ازوره ايه؟ من الان فصاعدا كل يوم. هزور المذبح ايه؟ كل يوم، مش مره في العمر، مره في اليوم على الاقل. اوكي ماشي. بده بدخل للمنظر الثاني دوت اللي بنسميه القدس وقدس الاقداس، حيث مائده، حيث بقى ايه؟ مائده خبز الوجوه هاكل، وحيث المناره اللي هتنور، مش كده؟ مش اللي جوه كده؟ وحيث مسبح البخور، صلوات القديسين الصاعده، التسبيح والترنم، مش كده؟ وبعدين الى قدس الاقداس، محضر الله العلي والكاروبيم. انتوا عارفين بقول ايه، صح؟ ماشي. فالقدس وقدس الاقداس ده بقى حيث اكل، وحيث ارى، وحيث ارفع تسبيحي، وحيث التقي بربنا. دي الدعوة بتاعتنا. زمان اللي كان يخش ده بس الكاهن يخش الأقداس، ورئيس الكهنة يخش ايه؟ قدس الأقداس. في العهد الجديد المسبح بقى صليب، والقدس وقدس الأقداس الحاجز اللي بينهم حصل له ايه؟ اتشق، وبقيت أنا وإنت وكلنا ندخل لغاية آخر حتة. بصوا الآيات اللي جاية دي. فالهيكل تعبير عن حضور الله، الوجود في محضر الله، التعبد لله، الشركة الحقيقية مع الله. خلي بالكم من الحكاية ديت. فإذا الرمز ده الهيكل معناه بدخل عشان إيه؟ أكون في محضر الله، عشان أتعبد لربنا. إيه هي العبادة؟ هي الشركة مع الله، حيث هناك المنارة اللي هتنور لي فهيحصل إعلان، حيث الخبز الحي اللي هأكله فأتغذى به، حيث الله يعلن لي، وده اللي هناخده بعد كده، عن نفسه وعني، فأشوفه وأشوف حقيقتي، أشوف جماله وأشوف احتياجاتي اللي هو عايز يتعامل بيها معانا. هناك أقدر أتضرع وألاقي الاستجابة لأني في محضر ربنا، فهو بيوريني نفسه، وفي نفس الوقت أطلب ونال. أطلب وإيه؟ ونال. فين؟ جوه 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 في محضر الله، أقابله يعلن لي، أطلب يحصل إيه؟ أخد. أقرع يحصل إيه؟ يفتح ليا، لأن في محضر ربنا، ومحدش يقدر يمنعني بقى، ده أبويا وأنا في حضنه، مظبوط كده؟ ففي الجو ده اقروا معايا بقى الآيات اللي جاية دي اللي بتقول الحقيقة دي. الآن لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز، مش الهيكل، اجتاز الإيه؟ السماوات، يسوع ابن الله. فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا. مش فاهمنا، مش حاسس بينا زي ما كنا بنقول في الحلقات اللي فاتت، بل مجرب في كل شيء مثلنا ما عدا الخطية. لو كان غلط زينا ما يقدرش يعين ضعفاتنا، كان هيبقى محتاج حد ايه يعينه. جيتك يا عبد المعين لقيتك يا عبد المعين، جيت عينك لقيتك يا عبد المعين تتعان، يعني انا جاي اقول لك ساعدني لقيتك انت. لكن هو مجرب في كل شيء مثلنا الا الخطية، يقدر يساعدني لانه فهمني ومن غير غلط، فيقدر يساعدني. حيرسي لضعفاتي، مش حيستهزئ بضعفاتي. فاهمين فاهم الاثنين؟ مش هيقول كده
كده يا الابيض يلا يتعمل كده، مش يرثي لضعفاتي. بصوا الجمال، ويعين ضعفاتي. نعمل ايه بقى؟ فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة، لان ده الشخص، لان ده الشخص هو الذبيحة، وهو رئيس الكهنة، هو اللي بياخد ايدي وبيدخل بيا الى الاقداس الحقيقية، هو شخصيا اللي بيعمل كده، هو اللي مش بيعنفني على اللي انا عملته، هو اللي مقدر ضعفاتي، هو نفسه اللي حمل ضعفي وحمل خطيتي. فاتقدم بايه؟ بتردد، مش عارف هيحصل ايه، مش عارف هيقبلني ولا لا، مش عارف حنال ولا لا. لا، اذا انت ما عندكش ثقة مش هتخش، مش هتخش. فنتقدم بثقة الى عرش القضاء، عرش النعمة. يحصل ايه بقى؟ ننال رحمة، نجد نعمة. النعمة دي ايه؟ كلام، عون، معونة. فاجد قبول، الاقيه قابلني والاقيه جاي يقول لي ايه؟ هساعدك، هقف جنبك، هغير، هشفي، هانجي، هعفو، هاطلق، هاحرر. ننال رحمه، نجد نعمه، عونا في نجد وننال. يبقى في محضر ربنا الاقي واخد، الاقي وايه؟ واخد. نجد، نلاقي، وننال. بص العبارات جميله ازاي. الاقي اكل واكل، اكل. الاقي نور وينور، الاقي رحمه وترحمني، الاقي قوه وتقويني، الاقي دواء ويشفيني. بس العبارتين نجد ونعمل ايه؟ وننال. انتكت، خدها. بس كل ده موجود فين؟ جوه. دي مشكله ناس كتير قوي. بروح للصليب، لو ده القدس، بروح للصليب وبحط خطيتي واستريح وبنال غفران وبعرف ان انا ابنه وبنبسط زي ما حصل كده، كويس، وبروح. مش بدخل، بروح اصلي واقول له ربنا كلام كتير وامشي. مش بدخل لمحضر ربنا بالروح وبالحق وقابل ربنا واجد، وبعد ما اجد اعمل ايه؟ أنال. والرحلة الجاية عبارة عن كده، لازم أدخل بثقة إلى عرش النعمة، وهناك النور ينور فأشوف فلاقي، وهناك بالإيمان أمد إيدي وأعمل إيه؟ وأنال. ده بقى مش كلام رمزي بقى، ده اللي بالظبط كده. فبليز افهمها كده ورتبها كده، لان لو ما عملتهاش كده هنبقى بندن في مين؟ في ملطة. هنبقى بندن في ملطة. آية تانية نفس الكلام، دي عبرانيين 4 عبرانيين 10. إذ لنا أيها الإخوة ثقة، إذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم المسيح، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسدي. ثقة بالدخول بيتكلم عن حاجة، مكان بدخله، وضع بدخله. في البناء المسيح تسمى حجر الزاوية، حجر الزاوية. فمقابلتي بيه وان هو اللي بيدخلني للأقداس، ده الخلاص بتاع نفس روحي، وده الحجر اللي هنبني عليه أسوار الايه؟ الخلاص. ففي محضر ربنا أسوار الخلاص كلها هتتبني. أول ما ندخل بقى عن الشفاء، أول ما ندخل عن الشفاء، الأسوار بقى اللي هي رمز للشفاء كلها هتتبني على المذبح والايه؟ والأقداس. لو ما بعرفش ادخل الاقداس مش هنال شفاء. لو بغتسل بدم المسيح، وده اللي قلناه، في ناس مؤمنين تابوا وغفرت خطاياهم لكن مجروحين، صح، وفي منهم لسه راكبين مراجيح كمان، صح. وتستغرب ازاي؟ لانه ما بيخشش هنا، وهنا لما بيدخل مش بيدور لغايه لما يجد، ولما بيجد ما بيمدش ايده يعمل ايه؟ وضحت كده؟ وضحت كده؟ طيب نرجع تاني لننسي. ننسي
اتقابلت مع ربنا ومش قابلت عادي كده، لا قابلته في زلزال. مش كل الناس بيحصل لها الزلزال ده لما بتقابل ربنا، في ناس بهدوء كده بتنال غفران خطاياها، بس هي على قد القطر اللي عدى ربنا عمل كل حاجة بطريقة برضو ايه غير المعتادة. كويس، ارجوكوا فهموني من الحتة دي، نالت وفرحت وفوجئت انها روحت البيت لسه بتتعاطى اللي كانت بتتعاطاه في الوقت ده، كانت بطلت المخدر القوي وكانت عايشة على حاجات أخف شوي. مظبوط؟ فراحت لربنا تقيت له فيه إيه؟ ما دي ما تخلطش المرجحة دي ما ننزلش عليها، صح كده؟ عمل إيه؟ راح منزلها من على المرجحة. أجد ولما أجد أعمل إيه؟ أنال. نسمعها تاني حصل إيه في الإدمان بتاعها. مجدست المسيح في يوم قلت له يا رب انا مش عايز زعلك، خلصني انا زعلانة، خلصني من اللي انا فيه. في يوم سمعت بيوم روحي، قلت انا عايز اروح اليوم روحي ده، صليت قلت له يا رب انا هروح اليوم روحي ده وراح اقابلك هناك واتشفي هناك، انا راح جاي اتشفي. رحت اللي كان بيصلي قلت له من فضلك صلي لي، صلى معايا، قلت له انا جايه اخد شفاء النهارده من فضلك صلي معايا لشفاء، صلى معايا لشفاء. رجعت مشربتش ولا حاجه خالص، لكن بعدها بايام باسبوع كنت بروح طبعا اجتماع الصلاه بتاعي مهلله، العادات بتاعتي السيئه اتبطلت كلها، كان عمل الله غير عادي. دي كانت حاجة معجزية يمكن ما بتحصلش لكل الناس، ممكن الناس تحتاج علاج، لأن أنا قعدت فوق 20 سنة بشرب، مش ممكن تيجي في يوم، لكن ربنا قدر إن هو في يوم ما طلبت الشفاء قدر يعمل ده. أنا كنت عاوزة كده فربنا إداني ده. السجاير، الهاش، الألكوليك بكميات فوق الطبيعي. مجدست المسيح. المسلسل ليه بقية ف انا 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 عايز اقف هنا بس عشان أأكد الحقيقة ديت. ليس عند الرب مستحيل، لكن ربنا بيشتغل في المنطقة دي في محضره لما بدخل بثقة أمام عرش النعمة. النعمة معناه يعطي بلا حدود لمن لا يستحق، دي النعمة. فلما بقف أمام عرش النعمة هلاقي وهعمل إيه؟ وهاخد. عزيز المشاهد أشكرك عشان متابعتك لنا هذه الحلقة، أشكركم أحبائي عشان مشاركتك، مرة تانية أشكرك عشان قبلتي أنك تساعدينا بأنك تحكي للآخر الحدوتة زي ما هي وبإخلاص شديد وبتواضع شديد، وتشجعي ملايين الناس اللي بتسمعني مهما كنت وصلت. لو رحت للصليب، لو دخلت بدم الصليب إلى محضر الله، هناك تجد النعمة وتجد العون، تجد النعمة وتجد المعونة، وهناك في محضر ربنا لا يوجد مستحيل. نلتقي غدا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من المدرسة المسيح في فصل شفاء النفس، وقلنا أن ده فصل خاص بيزاع يوميا عشان تقدر تتابع معنا هذه الحلقات. إلى أن نلتقي غدا، ربنا يحفظك، آمين. مدرسة المسيح. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد عايز أشجعك أنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv، هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة، تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها كشيت عشان تحل وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها PDF، تقدر تلاقيها PowerPoint.
أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك، أو تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسي دي هات الدي في دي هات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا معك.